عم بتحضر الفنانة اللبنانية كارول سميحة أغاني جديدة رح تطلقن بشكل منفرد، وعم تسمع كارول مجموعة من الأغاني لتنقي وحدة منهن وتطلقها بوقت قريب، بس مش بعيد الحب، لأن ما لفت سمعها أي غنية بتتناسب مع هالعيد حتى تغنيها. نفيت الممثلة السورية سلمى المصري الخبر اللي انتشر عن إنها بدها تترشح لمنصب نائب الفنانين بسوريا من خلال الانتخابات اللي رح تصير الشهر الجاي بالنقابة، وقالت سلمى لموقع الفن إنها رح تخلص تصوير مشاهدها بمسلسل بروكار من إخراج محمد زهير رجب واللي بتقدم فيه شخصية أم النور. نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة لها وقالت ما بينقاس النجاح من خلال المصاري أو السلطة، بينقاس النجاح من خلال الانضباط والسلام الداخلي، وتغزلوا المتابعين بجمال سيرين وقالت إنه معها حق بالكلام اللي قالته. انتشرت صورة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بتبين فيها قاعدة وحاطة ايدها على راسها وعم تتطلع بالأرض وكأنها منهارة، وبيبين حدا زوجة الفنان المصري حسام حبيب ماسكها وعم بحاول يواسيها، وتفاعل المتابعين مع هالصورة بشكل كبير وصاروا يسألوا شو ممكن يكون صار مع شيرين. عم بيصور الممثل السوري معتصم النهار مشاهده بمسلسل أسود فاتح مع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بالعاصمة اللبنانية بيروت، وبمعلومات خاصة لموقع الفن بجسد معتصم بالمسلسل شخصية زوج هيفا وبعيشوا حياة زوجية حلوة، بس بيصير شي بخلي العلاقة بيناتهم تتوتر. قال مصدر مقرب من الممثل المصري أحمد عز لموقع الفن انه احمد رفض عرض مغري من المصاري مقابل انه يطلع ضيف على التلفزيون ويرد على الحكي اللي قالته الممثلة المصرية زينة عن علاقتهم. لاشخاص القراب من احمد نصحوه انه ما يرد على حكي زينة حتى ما يصير في خلافات جديدة بينه وبينه. لمعرفة كافة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.